أما الله تسأل عن الحلف كذبا لأجل الإصلاح بين الزوجين؟ لا يجوز للإنسان أن يكذب، هذا هو الأصل، ولا يجوز أن يكذب في اليمين. وقد قال الله تعالى: ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. وقال تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله غفور رحيم. وبالتالي لا يجوز الحلف كاذبا ولو كان في الإصلاح بين الناس، بل الواجب أن يكون المرء صادقا في كلامه وفي أيمانه. وأما ما ورد من الحديث، ما ورد في الحديث من إجازة الكذب لأجل الإصلاح بين الزوجين، فهذا إنما يراد به ما لا يتضمن يمينا. وأما اليمين فلا بد أن يكون الإنسان فيها صادقا. نعم.